السلام في البلاد واستقرار المجتمع أهم من تفويض أي سياسي. اقترحت أن تحقق لجنة الانتخابات المركزية في أي انتهاكات حدثت أثناء العملية الانتخابية وإلغاء نتائج الانتخابات إذا لزم الأمر. أطلب من قادة الأحزاب السياسية تهدئة ناخبيهم والطلب منهم عدم المشاركة في التجمعات. مرة أخرى تشهد قرقيزستان الواقعة في آسيا الوسطى أزمة سياسية. احتجاجات تجتاح العاصمة بشكيك ومدينة أخرى اعتراضا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد الماضي. انتخابات منحت نتائجها المبكرة أغلبية المقاعد لحزبين كبيرين يرتبطان بالنخبة الحاكمة ويواليان موسكو وسط مزاعم بشراء الأصوات. كان من أكثر ما يشغل بال فريق المراقبين لدينا الإدعاءات الموثقة بشراء الأصوات وإساءة استخدام الموارد الإدارية، وكلاهما محظور بموجب القانون. المحتجون اشتبكوا مع قوات الأمن، ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى بين الجانبين، مطالبين باستقالة الرئيس سورونباي جينبيكوف بعد أن أعلنت أكثر من 10 أحزاب سياسية خروجها من المجلس التشريعي. نجح المتظاهرون بالاستيلاء على مقر البرلمان والإدارة الرئاسية ومقر أمن الدولة في العاصمة بشكيك. وإثر هذا الاستيلاء أطلق المتظاهرون سراح الرئيس السابق ألماظ بيغ أتامبايف الذي زج به الرئيس الحالي في السجن قبل عدة أعوام. تطورات متسارعة أجبرت الرئيس سورونباي جينبيكوف على الإعلان بأنه سيلتقي الثلاثاء بزعماء جميع الأحزاب الذين شاركوا في تصويت الأحد. رئيس معروف بولائه لروسيا التي تمتلك قاعدة عسكرية في البلاد، ومما عزز هذا الولاء وأثار الاحتجاجات في آن واحد هو فوز تنظيمين سياسيين متهمين بالفساد ويدعوان إلى مزيد من الاندماج مع موسكو بالانتخابات.